نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجرافا جديدا تضمن احدث البيانات الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بخصوص العلاقات الاقتصاديه بين مصر والمانيا، والتي شهدت نموا ملحوظا في الاونه الاخيره. وشهدت الصادرات المصريه لالمانيا ارتفاعا في قيمتها بنسبه 31% خلال عام 2021 لتصل الى 848 مليون دولار، كما شهد التبادل التجاري بين مصر والمانيا ارتفاعا بنحو 5.2% عن 2020 لتصل قيمته إلى 4.8 مليارات دولار في 2021.